شحال قلتي الثمن هذا خاو ديالي؟ هذاك عطاونا فيه 190 وكيكون كيزن الضحيه بحال هكذا والله ملي كتكون فيه كاين الناس اللي كتشبر 150 الف فرنك في الشهر في المغرب وكاين اللي كيجيب 30 درهم المغرب كاملين عايشين مزيانين ويمكن ساعة عندك فلوس اخي حنا ما عندناش شي فلوس 800 درهم 8000 درهم كيقول 8000 هذا الحاولي 8000 درهم اخاو ديالي شوفوا ديك السنينات ديالو عندو سنينات دوري ديال بحالي بحال السنينات اللي عندي انا من هيدا تبارك الله يا وليدي منور تبارك الله السلام عليكم متابعين موقع طنجاي مرحبا بكم في كزنايا في سوق بدري ونشوفوا الاسمنه الحاولي شحال واصله هذا النهار ديال الحد يلا بحالنا خاي سوفي السلام عليكم كتسبع غالي ولا رخيص واش تمشي معايا ولا والو مسكين حنين شريتو شي حوالي ولا باقي باقي اخا كاين الناس كتشري القنبه دابا شويه الغلاوه يعني الناس كتشري دابا الناس كتشري خايفه انا على حساب العام اللي فات يعني العام اللي فات الاخر عندك تزرفوا بحال العام اللي فات الاخر تنشتي شنو وقع في الاخر العام اللي فات كلشي موقف النص كبير ما عيطتي واش نقول لك شنو كتبان لك الازمنه واش رخيصه ولا بالنسبه للغلا حنا كنجيبوا السلعه وغلا انا موجود مع العام هذاك راه مولاه كيقول فيه 800 راه مولاه الطموح شنو 800 ديالو 8000 درهم كيقول 8000 فين هو الحاولي 8000 درهم؟ هذاك بيعنا يسري بيعنا هذا يعني هو اكبر يكون حاولي في السوق اليوم الحد الغربي هذاك بيعنا دار مولاه ربي التيسير هذا الحاولي 8000 درهم اخاودي مولاه قال ما تقولش شحال 8000 بلا مليون كاين المليح كاين المليح نعم كاين المليح درويش قوراني الله يكون في العون درويش اللي كان قادر يشري هذا الحاولي هذا بمليون دو فرانك 10 ما كاين شي درويش مغربي ماشي درويش علاش اخي مغربي راه مغربي حر لا اخي كاين الناس كاين الناس اللي كتشبر 150 الف فرانك في الشهر في المغرب وكاين اللي كيجيب 30 درهم المغرب كاملين عايشين مزيانين ويمكن ساعه عندك فلوس اخي حنا ما عندناش شي فلوس الكتيبه ديالي مسير عليها الفلوس معلفها بفلوسي ودكوري ديالي ومربيها صغيره ودابا كبرات وكنبيع باش عطى الله باش ما قنعني كنبيع. الله هادو شنو هادو؟ هادو الانسس الانسس الغلس. وشحال الثمن ديالهم شحال كيتراوح عندك هنا؟ هادو 100 110 المهم 100 العقبه صورهم على الحساب. يعني كيزن الضحيه مثلا. الله يا خاي الاضحيه ديال العيد ولا 600 وحده فيهم. دابا هذه مسكينه اللي كتسكسف عليها شحال الثمن؟ هذه 100000 ثمن دب. يعني 1000 درهم. 1000 درهم. وهذه؟ هاد الدرويش. 1000 درهم. يعني تقريبا وقيلا 1000 تقريبا انا عندي 1000 درهم 1000 وشويه فهمت الناس بقات كتسخر دابا من العيد ولا كيحس كاين واحد التسخاوه في السوق كاين اللي عنده تسع كيشري دابا واللي ما عندوش تسع ما كيشريش يعني ان شاء الله هذا العام كلشي غادي عايد كلشي عايد الخاوه ديالي من 150 وسينا طالع سن مليون كل واحد يمشي الى قدر حاله ولا شي راه تبارك الله عليك ايوا الله يرحم بابك الطنجاوي ديالي يعني كاين الحاولي 1500 درهم وكاين الحاولي 450 الف فرانك ونتمنى نجبروا شي حاجه مزيونه من داخل يلاه بحال مزيان بخير باب قادر تبارك الله الله يبارك فيك تبارك الله ما شاء الله الحاولي مليح مزيون مزيون شحال الثمن ديالو هذا 450 450 دابا 450 كتبقى ديك 450 ولا زعما كاينه نقصوا في بركه دابا هذا شحال يكون في العمر ديالو هذا تكون عنده شي 3 سنين دابا واش التربيه ديالك اولا انت بيدك شاري 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 ودابا كتعاود ايوا شاري شوفوا ديك السنينات ديالو عندو سنينات دوري ديال بحالي بحال السنينات اللي عندي انا من هيدا تبارك الله يا وليدي منور تبارك الله هادو 320 330 هادي كرسيفيه وطاط الحاج ميسور توريت يعني ان شاء الله هذا العام هذا كلشي غادي يعيط ان شاء الله بجهد الله كلشي غيعيط دابا انت ملي انت في السوق هنايا دابا كتمشي واقيلا لجميع الاسواق دابا الحاولي مثلا حنا نهضروا على واحد فئه الدراويش مساكن 1000 درهم 1500 درهم يديو الحاولي 1000 درهم لا والو 1000 درهم غير شي غلي ما وصافي دابا هادشي شحال زعما شحال يقدروا مثلا باش يشريو الحاول مزيون هذا العام هذا الحاولي مزيون خصو يشري من 250 فوق يعني 2500 درهم هذا شوف
270 280 ها هما بحال هيدا عاد هادو سردي 280 270 هذا شحال يكون هذا هذاك 270 دابا 270 270 يعني 270 كتكون كاينه مفاهمه الله يا ودي والناس بداو كيتسخروا دابا كاين من اللي كيتسخر مسكين اللي عنده بركه منزله كاينه اللي كيهوز كيجي 20 يمشي بحالو كل واحد شنو كيعمل هو بنادم اللي عندهم الفلوس بزاف هادو كيخليو حتى اللقر بالنار هادي هي هادي تصلح بزاف درويش مسكين من دابا كيجي مسكين اللي خصو يشري دابا يخبعو ما كراش يعملوا معاه في المخده شنو نعمل ان شاء الله مسكين يتهلا فيه ويديروا الشعير وكذا عاود يتهلا فيه واحد شويه اخي محمد سينا دائما في سوق ديك الزناد انا يعني ود هنا يا اخي زعما حنا بدريون ياك بدري وسوق بدري الا قلت لك دابا اليوم السوق كيفاش بان بان لي غلا شويه طالع السوق نسينا دابا قادر تشري ديك الحاولي كما قالوا سمنا لها ب 5000 لا والو الدروج ما عيطت يا اخي ابراهيم نسينا الجود ديالك شحال انا الجود ديالي 1500 1600 لا قصر على حساب الجود ديالنا فهمت على حساب الدرويش الدرويش محالج هذا العام ولا شي حاجه كتشوف ديك الحاولي 1500 درهم دابا اللي كيتباعوا هنا كاين الحاولي اولا الحاوليه هي ب 1000 درهم واش كتبان لك كافيه لا ما كافياش يا اخي ابراهيم يعني انت باش خصك تعيد هذا العام 1500 1700 على حساب فهمتي والحاولي يكون كيستاهل حاولي مزيون وهذاك على حساب فهمتي على حساب لا كان رخيص غنشري ما كانش ما غنشريوش يا اخي ابراهيم هذا العام وانا راه في هذا العام الله يحفظك دابا اليوم ضربتي شي دوره ولا واقع هذا شوف شوف سمع على الصباح 6 الصباح شنو يبان لك في الثمينه؟ لا الثمينه طالعه بنادم كيشري وسقسيس بباصر قبيله زيان كاين اللي كيشري واخا يعني شويه الصباح لا واحد قبيلتي واحد السيد واحد الحاولي 1195 الغلا قلت له الغلا قلت له هذا العام الله يحفظ ما عاد عيط قال لي انا ما نعيطي هذا العام هذا الله يحفظ وصافي شو انا شفتك كدراباسي هنا كيفاش جاك السوق اليوم؟ السوق مزيان الحق الغلا كاين بزاف سقسيتي الثمن الحاولي ولا ما سقسيتيش؟ الحاولي غالي هذا العام هذا بزاف حاج بغيتي الثمن هنا هذه الثمن لا خصك الحاولي هايتا شويه خصك 2500 3000 يعني حاولي هايتا وصافي يعني الدرويش ما يعيطش هذا العام الجهد ديالك 150 160 هذا هو الجهد ديالك وكيبان لك جبرتي الحاولي اللي مناسب ولا ما شويه شو صافي الحاولي اللي تعيط به 160 ستيتو صافي ماشي شي تفكر تشري فهاد السوق هذا ولا تمشي تشوف سوق اخر وتشري بحال هذا بحال اخر بحال بحال وين تشري دابا نسينا زعما مع الدراري دابا من هنا وصافي من هنا وصافي تبارك الله كيما شفتوا حنا جينا ضربنا واحد باسيو في سوق ديك الزنايه بدري يوم بالضبط الصراحه كاينه شويه جد الغلا واش غتبقاو غاليين هيدا ولا نتمنى ان شاء الله ملي قرب العيد الكبير تكون الاسمنه متناول الجميع ونتلاقاو في السوق اللي ماجي ان شاء الله تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.